على خطى الشهيد على خطى الشهيد بعد حتى نجد على خطى الشهيد بعد حتى نجد على خطى الشهيد ذكرى دك الفصول فيصلا في المعترك الشهيد حي وليس ميتا وكل خوفنا من الموت القرآن الكريم يطمئن الشهيد بأنه ليس بميت حي بحياة سعيدة يشعر فيها بالشعور الكريم الآمن ويرزق رزقا حسنا من الله سبحانه وتعالى وهي بداية حياة سعيدة كريمة ومن هنا فليحسبها العاجزون ومن هنا أيضا حرام علينا أن نرزق لقبيلة سبقت بنا أصبح الليل
داعي العام من يد البيت تفرحي رملة بمصابي خلي وسوى حنة دمي والجفن دار التراب. يما ذكريني شمعة شبابي من يطفى اني تدمي والشيخ انجار النورا عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء.